وفيما يخص أسفل الترتيب فصراع قد يتوصل حتى الجولة الأخيرة. مشات كرة جاية اليمنى، طريقة عسكرية البحث عن العرضية، فرصة في الخطورة الرأسية، فرصة خطيرة، ضاعت للفرص، ضاعت للفرص مناسبتين وتألق من جانب الحارس أناس الزيتي بطريقة جميلة، انطلاقة من جانب محمد مفيد، عرضية على المقاس عبر القائمة الثانية بالرأسية، ثم آدم رفاتي ارتدت الكرة، ثم من جديد آدم رفاتي للأولى دخلت شباك أناس الزيتي، وكذلك الثانية في ظل تألق الحارس المميز أناس الزيتي. لاحظوا إعادة الكرة، الفرصة الأولى كانت علوية من خلال ضربة ميقاس الشربية، ثم التسديدة على اليمينية بشكل الانطلاقة من الجهة اليمنى. زكريا الوردي، عبد الصمد بدوي يبحث عن الانطلاقة، يبحث عن التمرير، يمرر كرة عبر القائمة الثانية، كرة فتيجة يسرى بوسوق، عملية تحضير خطيرة، الكرات الخطيرة للرجاء من طرف محمد الزريدة، يتألق الحارس أيوب الأكرد بطريقة نوفل سرهوني، اختار التمرير فتيجة من لاحظ اللمسة بالكعب على طريقة اللاعبين الكبار من يسرى بوسوق، لاحظوا التحضير وأي تحضير، ثم التسديدة من محمد الزريدة، وجدت هذه المرة حارس مميز كذلك اسمه أيوب الأكرد. إذن فرصتين صريحتين للتسجيل، هنا بعد ذلك تسديدة كاميرا لك، ضربة خطأ مباشرة لفائدة فريق الجيش الملكي، تتفاعل مع هذه اللقطة على الجماهير. إذن الوقت محدد بدل ضائع 5 دقائق بالنسبة لتفاصيل هذه الجولة الأولى. الجيش يريد أن يتقدم في النتيجة، الرجاء لا يريد ذلك، بين هذا وذاك تنفذ الكرة، تسدد، سددت بشكل رائع، والقائمة الأيمن لمرمى أناس الزريدي يصد كرة الفتاح حدراف، حيث كيفية تنفيذ الكرة ورسو اللي تدخل للانطلاقة من طرف رضا، رضا سليم، رضا ترخيص عرضية، كادر يفعل الجيش بنراس صديقة ارجاع الكرة، لم يكن في محله لحسن حظ فريق الرجاء الرياضي، مرت عليه بردا وسلاما وليسوء حظ فريق الجيش الملكي، دعت واحدة من اختار الكرات بعد ما وقع في المحذور خط دفاع فريق الرجاء الرياضي. هنا الرأسية، هنا الابعاد، هنا التقدم، وعرضية انور ترخيت، والرأسية هذه كانت عكسية، الكرة العكسية من جمال حركاسي، حسن حظ دائما ناس زيت. نعود لأجواء المباراة، ستلعب المخالف لفائدة فريق الجيش الملكي في حدود الدقيقة 75 يا سادة وسيدات، تنفذ كرة عبر القيم الثاني، جانبية عن الشباك الرشاوية،